بعض الناس عندهم أمنيات وطموحات، ولكن مشكلتهم أنهم ما عرفوا شلون يحققونها. وفي ناس من الأساس لا أمنيات لا طموحات، والسبب أنهم ما اكتشفوها. قد تكون منجز في وظيفتك، بس مشكلتك أنك ما أنت قادر تشعر في السعادة أثناء عملك في هذه الوظيفة. هل أنت إنسان مبدع في تخصصك وبنفس الوقت عندك مشاكل في علاقاتك أو عواطفك أو صحتك أو مع أسرتك؟ كل هذه المشكلات حلها في اكتشاف ذاتك، معرفة رسالتك، ووضع رؤية تشمل جميع أمنياتك وتحويلها إلى خطة استراتيجية واضحة محددة جاهزة لتنفيذ أهدافك. هني أقدر أقول لك أنك راح تحقق أهدافك وتتوازن في حياتك وتعيش سعادة إنجازاتك وإبداعاتك.